ما نزلنا لك هذا تنزل بحاول أصبك. قامت فرق الدفاع المدني في ريف حلب الشمالي بالتعامل مع حالة انفجار صاروخ من مخلفات قصف سابق. عدد الضحايا حتى الآن 3 شهداء و3 إصابات، أحد الإصابات حالة خطرة. تعامل مع الحدث مركز معات الأرتيق مركز قبطان الجبل. خلي تروح على طاير، خلي خلي خلي.